سؤال: هل الصلاة والتبرعات لاسم الميت تزود مكانته الروحية وتغفر خطايا؟ طبعا الحاجات دي ليها فايدة، والقديس أغسطينوس كتب مقال طويل عن العناية التي تبذل لأجل المنتقلين سواء تبرعات أو صلوات أو أي حاجة زي دي، بتفيد على الأقل. ربنا يعرف إن هذا الشخص لو لأنه محبوب من الناس ما كانوش تبرعوا من أجله أو ما كانوش صلوا من أجله، فدي نقطة صالحه.